إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. النهاردة هنشرح إزاي بنعمل التردد الحراري للأعصاب بتاعة الركب، تمام، أو للأعصاب بتاعة الركبة لما يحصل فيها خشونة أو تآكل في الغضاريف أو قطع في الرباط الصليبي، أو لما نوصل للمرحلة اللي يقولوا لكم اعملوا تغيير مفصل ركبة. لا، إحنا ممكن نقلل الألم جدا، تمام، عن طريق التردد الحراري وعلاج الأعصاب بتاعة الركبة اللي هي بتبقى سبب الألم وسبب الحرقان، عن طريق إن احنا نعالجها بالتردد الحراري. تمام، الموضوع بسيط جدا. احنا هنا عندنا آدي الركبة ملتهبة زي ما احنا شايفين، ده الغضروف بتاعنا متاكل، فدي الأعصاب. على فكرة التردد الحراري بتاع الركبة بيتعمل في الأعصاب اللي حوالين الركبة، لكن جوه الركبه احنا بنعمل ايه؟ بنعمل الحقن، حقن معاملات النمو، حقن الماده الجيلاتينيه، حقن البرولوثيرابي او الدكستروز، حقن الاوزون، ده كله جوه المفصل، لكن التردد الحراري بيتعمل حوالين المفصل. عشان كده التردد الحراري بيبقى مناسب للناس اللي عملوا، كمان يعني مناسب للناس اللي عملوا جراحه استبدال مفصل والجراحه فشلت. فاللي عمل جراحه استبدال مفصل وجراحته فشلت فهو تعبان جدا جدا جدا، لكن لما بيروح لاي دكتور يقول له هحقنك فين، ده انت ركبتك بقى مركبين حته حديده يعني. لكن ممكن ان احنا ساعتها يبقى المفصل الصناعي موجود ونعمل تردد حراري حوالين الركبه. ادي الاعصاب بتاعه الركبه، ادي عصب ملتهب، عصب لونه احمر ملتهب، عصب لونه احمر ملتهب، اشارات الالم عماله تجري اهي، شوف اشارات الالم عماله تطلع لك عشان تقول يعني اهو، بصوا بصوا، ما دام في العصب ملتهب اشارات الالم عماله تجري للجسم. ادي ابر التردد الحراري، ندخل عند العصب ده والعصب ده والعصب ده، ادي التردد الحراري او الموجات التردديه. تعالج بقى التهاب الاعصاب، نبص نلاقي الاعصاب تحولت الى اللون الاصفر وابتدى يروح خالص الالم اللي كان موجود. تمام، نتمنى نكون افدناكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.